إنه لا ينبغي أن يكون شهر رمضان كغيره من الشهور، فلا الصدقة فيه كما هي في غيره، ولا طول القيام فيه كما هو في غيره، ولا الجود فيه كالجود في غيره، ولا القراءة فيه كالقراءة في غيره. ألا والله وتالله وبالله لا عذر لأحد في رمضان، إن لم يظفر فيه بباب القيام فليظفر بباب الصدقة، فإن لم يستطع فبباب التلاوة، فإن لم يستطع فبباب الذكر، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عما يخدش هذا الشهر ويثلمه. ثم إنه والله وتالله وبالله ما أضيع من ضيعه، ووالله وتالله وبالله ما أخسر من خسره، ألا ذلك هو الخسران المبين.